طيب هنا في تقريبا 4 حاجات حضرتك قلتهم بالنسبة لي مهمين جدا. أول حاجة إن إحنا خرجنا من عضوية الاتحاد الدولي من سنة 2004. بالظبط. يعني بقى لي 19 سنة بره القصة. حقيقة فعلا. طيب. تاني اتفضل يا فندم. وعشان نعود للتعوضية دي لابد من عمل تطويرات بشكل محدد هم عايزينه. ودي تاني حاجة أنا كنت هسأل عليها بقى، إنه حضرتك ذكرت إنه الناس اللي طورت حديقة لندن هم اللي هيشتغلوا معانا في تطوير الحديقة بتاعتنا، ولا فهمت غلط؟ تمام، هم مستعانين في استعانة بيهم، لأن طبعا الشركة الأم اللي هي تم التعاقد معها وهي بتستعين بهذه الخبرات هي شركة الإنتاج الحربي للمشروعات. حلو. ودي شركة قومية ولها باع طبعا كبير جدا في كل المشروعات القومية اللي بتقام في مصر. فالشركة الأساسية هي شركة مصرية. حلو. هيتم الاستعانة بشركة برنارد هاريسون، ده كمصمم أو يعني ديزاينر للحديقة. هيجيبوا بقى الخبراء الأجانب يشتغلوا معانا هنا في تطوير الحديقة. أيوة فهم. طب ده كلام رائع جدا. في استعانة بخبرات أجنبية، وأيضا في شركة اللي هي وورلد وايز رودي بتدير 17 أو يعني بتدرب بقائمة بالتدريب ل 17 حديقة عالمية. هتدرب عندنا لمدة 4 سنين وبعدين ينتهي عقدها، وتبقى كل الكوادر اللي موجودة تم تدريبها كوادر مصرية. رائع.